دائما، يلا يا ريكوردينج، احنا دائما لازم نتذكر بانه حتى نسهل على حالنا في غلطتين. الشغله الاولى اللي هي عنوان الدراسه، الشغله الثانيه المراجع اللي بتوضح لنا عنوان الدراسه اكثر. يعني احنا المراجع ما تستهين فيها، بتعطيك صوره اكثر كيف تكتب. المراجع لما تقرا، تقرا بتنور، تقرا بفضول، تقرا حاب تقرا، اوكي، حاب تشوف شو المقصود مثلا في المتغير الاول، المتغير الثاني، الثالث، من خلال الدراسات السابقه او كلهم مع بعضهم. فاذا عنوان الدراسه ومتغيراته الموجوده على العنوان قبل شويه، الابتكار والاستدامه والحاضنات، هذول بشكل لنا الاشياء اللي بدنا نحكي عنها في مشكله الدراسه. مثلا مشكله الدراسه بتمحورها حول هذول المتغيرات، انه والله يا عالم انه العلاقه في مشكله في العلاقه بين اكس واي، ولا يوجد هناك دراسات بحثت العلاقه بين اكس واي، والناس بتعاني بسبب اكس واي. يعني من شكل نوع من توضيح ايش المشكله، ليش احنا عاوزين ندرس الدراسه هاي. ف إذا مشكلة الدراسة نستمدها، إذا رقم واحد مشكلة الدراسة نستمدها من المتغيرات تبعت أهداف الدراسة، نستمدها من المتغيرات. الهدف الأول معرفة دور حاضنات الابتكار الاجتماعي في الاستدامة. طيب أنت دراستك عن الانجيجمنت والبرفورمانس، الهدف الأول استكشاف مستوى الستودنت انجيجمنت في كلية الاقتصاد أو في كلية الأعمال في جامعة اليرموك. الهدف الثاني استكشاف ومعرفة وتسليط الضوء على الأداء الأكاديمي لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية الأعمال. الهدف الثالث استكشاف العلاقة بين انخراط الطلبة، اندماجهم اللي هو student engagement، وإيش والstudent performance. أوكي، ثلاث أهداف، ممتاز جدا. بنتقل لأسئلة الدراسة. أسئلة الدراسة بحطهم بنفس الطريقة، وأنا على فكرة الأهداف وأنا يعني في كمان مكان يكون فيه هاي أسئلة الدراسة. أسئلة الدراسة حطينا هنا بعد مشكلة الدراسة مباشرة. أسئلة الدراسة نفس الشيء، ما هو مستوى مثلا هون، ما هو الهدف من إنشاء، ما هو الهدف من او مش ما هو الهدف مثلا في الانجيجمنت، مش عارف ليش سلطنا على الانجيجمنت بس كمثال. ما هو مستوى الستودنت انجيجمنت، ذا ليفل اوف ستودنت انجيجمنت ات يرموك يونيفرسيتي بزنس فاكولتي، وات از ذا ليفل اوف اكاديميك بيرفورمانس. اذا صارت اثنتين، وات از ذا relationship between engagement and performance. ممكن سؤال آخر، هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة للذكور والإناث أو بالنسبة للسنة الثانية والثالثة أو الرابعة؟ يعني مثلا الرابعة ممكن يكون engagement تبعهم أكثر، ممكن أقل. فإذا أحط الأسئلة شوف الأسئلة نفس الأهداف، بس صيغة الهدف يختلف عن صيغة السؤال. سؤال ماذا كيف، أوكي. بعدين أهمية الدراسة نفس الشيء، إذا ما كان معنا بدينا المتغيرات اللي حكينا عنهم اللي هو الانجيجمنت والبرفورمانس والكذا، ما بنعرف نحكي أهمية الدراسة. فإذا النقطة اللي بعديها أهمية الدراسة، بعدين الإطار المفاهيمي للدراسة conceptual background اللي ممكن تتلخص بالموديل. الموديل تبعك ممكن يكون بدل ما يكون زي هيك، ممكن يكون على سبيل، خلينا نرجع مرة ثانية والله إلى research topics، نأخذ واحد ثاني بلاش نضل نعلق على شو اسمه. مثلا نأخذ على سبيل المثال student كوبي، روح هناك
هون مثلا كيف بدنا نشكل هذا كمدن. student teacher relationship and psychological safety. اوكي okay. ممكن يكون في عندنا هنا الموديل بتكون من student student psychological safety و teacher relationship. اوكي ف ممكن يكون يعني بدك تفكر طبعا معاي شوية، وبالتالي بيطلع شغلة سهلة جدا اللي هو انه عندك ال relationship. لحظة شو بس ايوه هون student student teacher relationship. هذه نسميها متغير مستقل اللي هي independent أو dependent variable. نضل نفكر احنا كيف نظبط الأمور، وبعدين بصير في عندنا اللي هو psychological safety اختصارها، اللي هي تساوي independent variable. اوكي شو اللي خلاني اعرف انه هاي يعني ممكن اغيرهم اخلي هاي، أو ممكن أخليهم مثلا ما في dependent و independent، ممكن أخلي العلاقة بيناتهم علاقة تبادلية. إذا علاقة تبادلية ما نقول impact، منقول زيك student teacher relationships and psychological safety، ولا ما في impact. أما إذا كان في independent و dependent معناته هاي بتغير شكلها، بصير the impact of psychological safety on teacher on student teacher relationship. اوكي فنرسم دائرتين بسيطة جدا بتكون العلاقة مبدئيا، بعدين ممكن تتوسع. insert هنا نعمل insert وبناخذ الشيبس، بناخذ مثلا الشيب هذا اللي هو هون بنحطه هون، وبعدين نرجع للشيب مره ثانيه insert، نرجع للشيب مره ثانيه وبناخذ سهم من هنا، سهم بطريقه احاديه، نختار سهم حلو اللي هو ممكن يكون يا السيد العزيز this way، وبنحطه هنا. اوكي كبروا شويه، نجيب هاي هون بصير حلوه، بعدين ناخذ الشيب او الثاني اللي بعديه اللي هو ممكن بنفس الطريقه هذا نحطه هون. اوكي وانا مدخل المتغير المستقل اللي هو الاندبندنت فيرب اللي هو بيكون اللي هو سايكولوجيكال سيفتي. اوكي ونحط الطريقة محترمة هيك ونكبره. فونت مثلا 16، وهنا برضو بنفتح بنقول edit add text وبنحط اللي هو relationship student teacher relationship. ممكن تعمل كودينج زي ما بدك وتخليها relationship، كبرها شوية
وهي ممكن نكبرها شوي نمطها زي هيك. فصار عندنا موديل مبدئي. بعدين the more we read we can find that this is not just one, this is three or four or this is two. طبعا مع القراءة ومع مراجعتك إلي ومراجعتك لزملائك ممكن هذول يظلوا زي ما هم وممكن يكبروا يصير في كمان متغير هون. اوكي انسيرت شيب ممكن يكون في عندك واحد مستطيل هون مثلا ممكن نجيب كمان واحد مثلث شو المثلث ما صار وصار هنا اوكي لانه فيش مجال. فاذا زي ما انتم شايفين اذا انكم سامعيني وبعدكم معاي فبكون هاي المتغيرات تكبر او تقل او تزيد حسب التفرعات تبعتها. فبدي كل واحد فيكم الان يحاول حسب الموضوع تبعه يعمل موديل بالطريقه هاي ويحاول يجرب يعمل موديل في الطريقه هاي عنده على ورقه على شيء ويفرجني اياه. حاول انت والجروب اللي معك ترسموا الموديل بطريقة أو بأخرى المتغيرات تبعته. إما بتكون المتغيرات بطريقة إنه هذا بيكون independent وهذا dependent فبيكون هنا سهم بيناتهم. أوكي ممكن تحط هنا كلمة independent variable أو بس اختصار. دائما نحب الاختصارات احنا اللي هو ممكن تحط تحط هنا independent variable طريقة هاي وهون تسحب الماوس لهون وتحط independent variable. اوكي هل هذا بيكون العلاقه بتكون تاثير هذا على هذا. طب اذا شلنا هذا السهم وعملنا له ديليت وجبنا سهم ثاني بالطريقه هاي وكان السهم بهذا الشكل نقول شو بتكون العلاقه هون دكتور؟ هون الاثنين بيأثروا على بعض. اثنين بيأثروا على بعض. طب كيف بيكون نكتب العلاقة بين الـ PS والـ ST؟ نكتبها بالصيغة اللي موجودة في المقالة هاي اللي هو الـ Psychological Safety and student teacher relationship. بس نكتب psychological safety and student teacher relationship وبالبحث احنا نتصرف ونكون العلاقه تبادليه تاثير المتغير وهذا ما بيكون لا يعني ما بيكون في شيء اسمه independent و dependent variable. تلغي صفه إنه يكون في عندنا dependent أو independent variable. ليش؟ لأنه اثنين بيأثروا على بعضهم والعلاقة بينهم تبادلية زي ما psychological safety بتأثر على the student-teacher relationship student relationship بتأثر على psychological safety. مين منكم صاحب هذا البحث؟ يرفع يده. مين منكم كتب في هذا البحث؟ جاسم؟
جاسم والمهدي. طيب طيب المهدي انتم ممكن تستفيدوا، واي واحد على فكره ممكن يستفيد من الفكره انه هون يا جاسم والمهدي بانه السايكولوجيكال سيفتي فعلا لما انت، انا لاني قرات يعني، انت لما بدك تغلب حالك تقرا راح تطلع بنفس النتيجه، لان قرات في الموضوع وعارف في الموضوع، عندي فكره عن الموضوع، المواضيع هذه تبعته، بانه فعلا السايكولوجيكال سيفتي لما يكون في الستودنت عندهم سيف انفايرمنت، كومفورتبل انفايرمنت تو اكسبرس ذيم سيلفز، تو ديسكس ثينجز، تو كريتيسايز، تو اسك كويستشنز، تو فيل فري to admit mistakes. If you make a mistake, it's not the end of the world. Okay. يعني بمعنى آخر إنه في safe environment to talk, to discuss things. هذا بيأثر على student teacher relationship. بصير علاقة كويسة. إذا كان الطالب شعر بأنه هو مرتاح وهو بيناقش مع الدكتور، بيناقش مع زملاء، وبيناقش مع البيئة الجامعية المشاكل، الهموم، الأخطاء بدون حذر، بدون خوف، فهذا بيأثر على العلاقة. طبعاً بحسن العلاقة، بخلي الناس ترتاح لبعضها البعض. أوكي، بصير في friendship، في بصير في نوع من الأشياء الكويسة بين، يعني العلاقة بتكون طيبة. أوكي، positive relationship. هل ال positive relationship هل بتؤدي إلى التأثير على الأمان النفسي، ال psychological safety؟ أيضاً نفس الشيء، بيأثر على بعض البعض. لما يكون أنت مع صديقك مثلا علاقتك طيبة، تقدر تنصحه، وهذا مؤشر للسايكولوجيكال سيفتي. تقدر تنتقده وما بتترددش، بتقولش والله إذا انتقدته بتنتهي علاقتنا. فإذا student teacher relationship it affects psychological safety. أوكي، فأنا حطيت هذه العناوين بشكل مبدئي عشان أنت تفكر وتزيد أو تنقص فيهم. يعني مثلا جاسم ممكن ضيف أنت هنا كمان واحدة، خلنا نشطب النظرة مش حلوات، ضيف كمان واحدة بتعلق في هنا في إيش بعد الحكي هذا. ممكن ضيف سيركل أخرى أو مربع آخر هون، أوكي، ويكون هذا بيكون مثلا في add text هنا اللي هو الأكاديميك performance مثلا. أوكي، الأكاديميك performance، ونحط لها مباشرة design، نحط لها إيش، نحط لها سهم هنا، ممكن تختار السهم هذا مثلا، بيصير برضو. أوكي، ومن كبرها شوي مشان توسع. فأنت وجدت بأنه هاي الدراسة محدودة، أنا مش بس عاوز أعرف أنه في علاقة، أنا هدفنا بالجامعة الأكاديميك بيرفورمنس، نهاية المنظف أنه الطالب بده يحصل على تفوق، تقدم في أدائه التعليمي وفي الليرنينج تبعه. فهل هاي العلاقة بتأثر على هاي العلاقتين هذول، هل بيأثروا على هاي؟ طبعاً بدهم طريقة في بناء هذا الشكل، طريقة معينة. هنا بيختلف، هنا منجيب هاي بتصير هون وبتصير إيش تعالي، وبتصير هاي هون، ممكن هاي هون بتصير، أوكي، بتصير هاي هون وبتصير هاي، نشيلها من مرة ونجيب هاي، بتصير تصير هون. أوكي، الموديل هو عبارة عن يعني رسمة. أوكي، تصير هون، بس لا مش بتصير هيك، نيجي لهون يا سيد العزيز ونقول insert shape، ونصير أن بدل ما يكون هيك بيكون هيك، بيكون هاي هيك. تيجي هاي، تيجي هون،
وبنجيب سهم آخر سيرت شيب آخر وبيكون بهذا الشكل. يعني هي بدها شغلة نوع من المحاولة والتجربة حتى تزبط. أوكي. هذا يعني بأنه psychological safety والstudent relationship في بينهم علاقة، العلاقة اللي بينهم محصلتها تؤدي إلى الأكاديميك performance. أوكي. فالموديل تحت عنوان الإطار المفاهيمي للدراسة اللي هو كيف هنا بتحكي عن ربط هذه العلاقات مع بعضها البعض. فالإطار المفاهيم تكتب أنه الدراسات بيّنت بأنه psychological safety مرتبطة بالstudent teacher relationship، student teacher relationship مرتبطة بالpsychological safety، ولكن نحن نريد أن نستكشف العلاقة بينهم، ليس هذا فحسب، وإنما نريد أن نستكشف علاقتهم مع الأكاديميك بيرفورمانس بالنسبة للطلبة. أوكي، student academic performance، وهل إذا زادت هاي بزيد هاي، أو إذا فممكن رسم هذا الشكل بطرق مختلفة. يعني هذه الطريقة اللي رسمها أنا ليست الطريقة النهائية، ممكن تمد سهم أنت من هون، تشيل السهم هذا وتمده من هون، من هون لهون، هيك يكون في سهم من psychological safety، سهم من هون يبدأ ويجي لهون، وسهم من هون ويجي لهون. أوكي، هون تغيرت العلاقة، صارت إيش؟ علاقة هذا مع هذا وعلاقة هذا مع هذا، وممكن يظل هذا موجود بحيث تدرس ثلاث three hypothesis، يصير عندك الhypothesis رقم واحد أو السؤال رقم واحد، ما هي العلاقة، ما هو تأثير psychological safety على academic performance، اثنين ما هو تأثير student relationship على academic performance، ثلاثة ما هو تأثيرهم مع بعضهم على academic performance. وصار عندنا سهم من هون لهون، سهم من هون لهون، وسهم من هون لهون. عرفت شلون؟ فهذا بالنسبة للإطار المفاهيمي. مصطلحات الدراسة ممكن يعني من تعريفات مش صعبة كثير، وبعدين منهجية الدراسة تكتب أول شيء هون، يعني لو كتبت هذا عن منهجية الدراسة بأنه هي الدراسة عبارة عن دراسة كمية، أنا بستخدم فيها استبانة وفيها منهج وصفي كذا كذا كذا، من هذا الكلام بيكفي. أوكي، وبعدين خلص يعني، وبعدين شوية مراجعة. أوكي، any question؟ يعني ما راح نعيد الكلام على عن موضوع البروبوزل مرة ثانية، بس على السريع مثلا لو شفنا في بروبوزل ثاني، أتوقع أنه باللغة الإنجليزية للناس اللي بكتب بالإنجليزي. هذا proposal in English اللي هو the relationship between leadership empowerment and employee innovation behavior, job crafting as a mediator, mediating factor. طلع عليه في أرتب من هذاك، لأنه في table of content، وفي عندك الintroduction، جزء إنه طويل شوية، بس أنت مش بحاجة لأكثر من 4-5 صفحات مبدئياً للبروبوزل، وأنا هذا بروبوزل كبير شوية، بس مش مشكلة نمر عليه. اللي هو هنا المقدمة introduction، لأنه رسالة ماجستير هذا. هذا الموديل اللي حكيت لكم عنه، مثلاً أنواع من الموديل. هنا في عندنا المتغير مستقل empowerment leadership، المتغير اللي هو mediating variable job crafting، المتغير التابع اللي هو innovative work behavior. أوكي، هذه الطالبة من طالباتي، وهي بتدرس وبتتعمق في الموضوع، وجدت أن ال empowerment leadership relationship بتنقسم إلى 1-2-3-4، أربع متغيرات، وسع إذا الموديل معها. الجوب كرافتينج وجدت بأنه بينقسم إلى قسمين، job resources, job demands. وجدت بأنه innovative work behavior للموظف
ما في متغيرات فرعية، متغير واحد. فإجت تدرس العلاقة بين هذا من خلال هذول طبعا على هذا على هذا. هنا ما في سهم رايح جاي، سهم one way، معناته impact of this on this and this. طبعا هو المديتينج فاريبل مقصود فيه انه هذا اللي هو الانفيتيف ورك بيهيفير يتاثر بالامبلوي امباورمنت من خلال الجوب كرافتنج. مره ثانيه معي انتو معي 19 من 27. كويس. مره ثانيه المديتينج فاريبل في النماذج البحثيه مقصود فيه المتغير الوسيط، وهو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع، أوكي؟ وأيضا المتغير التابع يتأثر بالمتغير الأول من خلال، أوكي؟ يعني إحنا الـ innovative work behavior بتأثر في الجوب كرافتنج مباشرة، ولكنه بيتأثر في الامباورمنت ليدرشيب بطريقة غير مباشرة من خلال الجوب كرافتنج. الجوب كرافتنج يعزز إيش؟ تأثير الامباورمنت على الانوفيتيف ورك بيهيفير. جوب كرافتنج يعزز تأثير الامباورمنت ويفعلها على الانوفيتيف ورك بيهيفير. وليش قاعد بالنص بس فرج عليه يعني؟ لا، بده يكون في له دور مباشر ودور غير مباشر. الدور المباشر بأنه بيأثر مباشرة زي ما شايفين بالسهم هنا على اللي بعديه، والدور غير المباشر بأنه يتأثر بالإمبورمنت التي تؤثر على الإمبلويي إنوفيتيف ورك بيهيفير ثرو جوب كرافتينج. يعني بدون الجوب كرافتينج ما الإمبلويي ليدرشيب بتأثر بشكل قوي أو بشكل معين أقل أو أكثر على الانوفيتيف ورك بيهيفير. Any question؟ بعدين بصير في عندنا هنا background يعني شرح للمتغيرات الدراسة، job crafting، ولا شيء بيطلع عن متغيرات الدراسة. بعدين اللي بيهم كنتوا بعدها الانترودكشن هاي اللي انتوا بصفحة صفحتين بكفي، بعدين research problem، بعدين significance of the study in English اللي هو أهمية الدراسة، بعدين research objectives، بعدين في جانب research questions، بعدين research hypothesis أو questions بكفي، بعدين research method أو methodology، و بعدين كلها تحت research methodology طبعا كله. بعدين ال definition، operational definitions أو بنسميها مرات conceptual definitions اللي التعريفات الإجرائية، تعريفات البحث، العناوين الرئيسية keywords، بعدين references. أوكي، هذول أنا حطيت لكم إياهم على الموقع ولا لا؟ بحط لكم إياهم على الموقع مشان برضو استرشدوا فيهم. والله خلينا نشوف إنهم موجودين ولا لا. هنا بحث تخرج، موجودين أعتقد. سيرش أونلاين، أنا راح أحط لكم إياهم. لا والله هم موجودين، هم هون. في عندك introduction to research methods، الميجر elements اللي حكينا لكم عنهم، وفي البروبوزل باللغة العربية وهذا باللغة الإنجليزية، وفي sample thesis. شو بتكون أحسن من هيك؟ أي sample thesis يعني بحث جاهز كامل، ممكن أيضا يكون بالنسبة لكم كguideline. هذا البحث يعتبر guideline لكم برضو تسترشدوا فيه مكوناته. أوكي، كيف إنه هذا البحث مثلاً زي ما أنتوا شايفين هنا في الستركتشر، مهم جداً إنه تسترشد بالستركتشر تبع البحث وبمكوناته المختلفة. أكيد ما راح يفيدك التفاصيل لأنه بحثك مختلف، لكن بفيدك كثير 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 كيف
ترتيب التيبل اوف كونتنت، كيف ترتيب الليست اوف تيبلز، اذا عندك جداول ليست اوف فيجرز راح يكون عندك طبعا كل هاي الاشياء، كيف الابستراكت بدا، وتحت الابستراكت لازم يكون في كي ووردز، وكل هذه الامور موجوده. اوكي طيب، احنا يعني ممكن اذا احتجنا نحكي المحاضره القادمه عن مره ثانيه نتناول طريقة الليتريتشر، وممكن أيضا نحكي عن اللي بهمنا في 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 البحث، واللي هو أكثر أهمية اللي هو المنهجية، يعني الكتابة والليتريتشر ريفيو والإطار النظري والأشياء 50%، و50% من الأهمية راح تكون للجانب الميداني اللي هو عملية المنهجية وتوزيع الاستبانات والحركة الأكشن اللي أنت راح تقوم فيه في توزيع الاستبانات وجمعها وكذا وإلى آخره. فالمحاضرة القادمة يوم الاثنين القادم أكيد المحاضرة ممكن تكون في الكامبس، وراح تكون فيها طبعا كويز راح يكون، وراح يكون الحديث عن بشكل مختصر عن literature review، وبعدين عن الميثودولوجي، لأنه بدنا نشوف كيف ممكن القضايا اللي تتعلق في المنهجية وإلى آخره كيف تكون. والنقطة الأخرى اللي هي بدي اياكم يكون عندكم أسئلة أسئلة أسئلة، فاقد الشيء لا يعطي، إذا ما كان عندكم أسئلة معناته مش تسوين ولا شيء. فبدي أسئلة وبدي زيارة للمكتب من خلال ساعة المكتب، ومن خلال أيضا لما بنيجي على المحاضرة يوم الاثنين والأربعاء، ما رح يعني رح تكون في المكتب قبل وبعد إن شاء الله، فبدي زيارات منكم متكررة حتى أنه تسألوني، لأنه المرحلة هاي مرحلة ضياع، والطالب اللي بيقول أنا ضايع هو الصف. أوكي، الطالب اللي بيقول أنا مش ضايع معناته مش مسويش لأنه مش ضايع، فالضياع معناته أنت لكن في ضياع من ضياع مختلف، ما بدنا ضياع مطلق، بدنا ضياع نسبي. ضياع نسبي معناته أنت you are lost but you're trying to navigate your way، وهذا the best way in research. When I did my PhD I was lost for 3 years، ما وجدتش حالي إلا في السنة الأخيرة وأنا قاعد على الطاولة، والمناقش الخارجي والمناقش الداخلي ولجنة المناقشة، وساعتها صحيت بس، ولا قبلها كنت أنا في يعني في جيرني وفي رحلة I don't know the destination I don't know where I'm going. Okay because it's unknown journey. متى بتصحى وبتشوف حالك أنك وصلت؟ لما بقول لك أنه مبارك أو مبروك، أنت تخرجت، أنت حصلت على النتيجة. أوكي، ساعتها لما جلست وهم بيقولوا لي أول 5 دقائق، ولا هي المناقشة الخارجية إجت من إيرلندا، ولا بيقول لي I exactly with no exaggeration she said I wish that all PhD students write in your way. طبعا كل الطلاب بيحكوا لهم أشياء كويسة في بداية المناقشة، اللي طبعا شغلهم كويس بيحكوا لهم أشياء حلوة، فهاي الأشياء إذا كان شغلك كويس بيحكوها، إذا كان شغلك مش كويس ما بيحكوهاش طبعا. فهاي خلاص يعني يعني انتهت المعاناة ساعتها لما حكت لي زيك، وبلشت طبعا بعدها الانتقادات والمناقشة وكذا، وليش هاي وليش هاي وليش عامل هيك وليش ما بررت كذا وليش ما عملت كذا وإلى آخره من الأمور اللي فيها مناقشة. أنا أدعوكم إلى حضور أي مناقشة بتصير في هذا الفصل لطلبة الدراسات العليا، طلبة ماجستير عندنا في الكلية، حضور المناقشات تستفيدوا منها كمان، والله يعطيكم العافية. Any question؟ تفضل يا إسحاق. دكتور بس عندي سؤال بخصوص المراجع، هسه في بعض المقالات يعني لما بدي أخذ منها إشي أخذ اللي هو اسم الباحث الرئيسي، أو إذا يعني مثلا في الانترودكشن أو إشي بيكون مثلا هو حاط من وين هو أخذ هذا نفسه اللي كاتب المقالة، أي واحد من أسماء الباحثين إني أعتمد؟
إذا أخذت من شخص ماخذ عن شخص، تقدر تقول من فلان عن فلان، وبتقدر تمام. تحط الطريقة الصحيحة تقول فلان عن فلان. زي عندنا مثلا في الحديث، مثلا يقول لك فلان في الحديث، طبعا الحديث السنة النبوية والحديث الشريف عندنا من أفضل أنواع البحث العلمي اللي حصل في التاريخ، اللي هو الجرح والتعديل. تسمع بالجرح والتعديل؟ أكيد. اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تعطي كل ذي حق حقه في النقل المتواتر. أوكي، نفس الشيء في البحث العلمي، ممكن تقول الطريقة الصحيحة فلان عن فلان، وممكن الطريقة الثانية اللي اثنين، تحط اثنين كمرجعين، يعني two of them، لأنه يعني اثنين هم يعني ركزوا على هذه المعلومة و نقلوها. أما إذا كان واحد ناقل عن واحد حرفيا لا يجوز. إذا ناقل عنه حرفيا وقال أنا نقلت عن فلان حرفيا، بدك تقول إنه تأخذ الشخص المصدر. الثاني نقول نقل عن الأولين. طب أنت ليش تقول عن، إذا أنا ماخذ منك حرفيا، إذا أنا ماخذ منك حرفيا، ليش مثلا المهدي يجي يقول إنه دكتور يحيى عن إسحاق؟ لا، إسحاق مباشر. أوكي، أما إذا غير حرفي، طبعا النقل الحرفي يجوز في الكتابة، وأنت بتكتب يجوز نقل حرفي لشيء مهم غاية في الأهمية، مش كثير، سطرين ثلاثة، لكن بشرط تحط كوت في بداية الستيتمنت وكوت كوتيشن في نهايتها، وبعديها تحط رقم الصفحة اللي نقلت منها. يعني مثلا نقلت من راشد، تكتب راشد 2020.515، يعني صفحة 515 أو صفحة 10. أوكي، وكأنك بتقول، لسان حالك يقول بأنني نقلت أنا من راشد هذا الكلام حرفيا وأنسبه له، وهذا النص الحرفي بين كوتس ومن الصفحة الفلانية. طبعا هذا لا تتم إلا لأهمية ما يتم نقله، يعني بتقدرش نقول كل شيء بالطريقة هاي. أوكي أوكي دكتور، يعني إذا بدك أوضح لك هذا الشيء توضيح أكثر، لو رجعنا لل الريسيرش توبيك كورنر، شوف مثلا وين الريسيرش توبيك، لا مش قصدي انا سامبل ثيسس، لو جينا اعتبرنا انه هون هذا الكلام ماخوذ حرفيا من ملحم، بده ينحط الطريقه هاي وينحط الطريقه هاي وينحط هنا ملحم كابيتال لتر، لازم لاست نيم طبعا، لان ملحم 2022 25، سكر قوس. شو معنى هذا؟ شو معناته؟ معناته انه انت اخذت من ملحم 2022 صفحه 25. ممكن تكتب بيج هون، ممكن ما تكتب. اوكي، اخذت صفحه 25 من، فهذا الكوتس أي كاتب أي باحث بيعرف بأنه this is taken as is، يعني it's because this statement is so important، ممكن تكون مقولة مهمة، ممكن تكون يعني حكمة معينة، ممكن تكون كتبها بطريقة معينة، أنت بدك تحافظ على النص الأصلي فبتحطها. لما بكرر دائما كثير يعني العملية هاي، تأخذها على كيفك. محمد دكتور، بس لو سمحت أن بلشت محاضرتك محمد مصي، نطلع نوقف. أنا وعمر نطلع. Anybody has any question؟ أوكي، الله يعطيك العافية، لأن ممكن عندكم محاضرات هلا تأخرتوا عليها. دكتور ممكن تكون موجود اليوم بالجامعة؟ والله اليوم لا مش موجود، بس بكرة عندي محاضرة على 12:30 للواحد ونص، يعني واحد ونص بكون بالمكتب. تمام إن شاء الله، شكرا دكتور. عشان برضو اجتماع 12 بكرة،
يعني ممكن أكون موجود بكرة على 11:30 في المكتب. تمام دكتور، يعطيك اجتماع، 12:30 عندنا محاضرة. تعال على 1:30 أو 1:30 هيك شيء بعد المحاضرة، شو رأيك؟ إن شاء الله دكتور، يعطيك العافية. إذا عندك مجال تعال أو الأسبوع القادم. تمام أوكي، بدناش حد ما عندوش جروب، بدناش حد ما عندوش موضوع. اللي ما عندوش بعتبر إنه يعني خلاص الكل جاهز الآن. الله يعطيك العافية وإلى اللقاء.